مليون مليون وشوية. نعمل كتائب المرة دي إلكترونية. عدوان أمريكا وقطر وتركيا والإخوان ونخلص من قطر. فوتوشوب والإخوان قتلوه. قلة مهنية يا خوانا. إحنا ما بنتهددش. إن الحياة عقيدة وجهاد. رولا خارسا مذيعة قادمة من المدرسة الإعلامية للتلفزيون المصري، شكلت وزوجها عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري لوبي إعلامي لتدعيم نظام حسني مبارك، مشهد انتهى بقيام ثورة يناير وهروب المناوي من مبنى الإذاعة والتلفزيون محتميا في أحضان الجيش. موقف أخذت منه رولا الكثير من العبر، وأيقنت أنه لا ملجأ لها إلا بالتحالف مع العسكر للوقوف في وجه الثورة بكل ما تحمله من رياح للتغيير. ثورة شعبية جارفة دي اللي هي 30 يونيو. طب 25 يناير أنا قلت وبقول وحقول حركة احتجاج شعبي، حركة احتجاج شعبي. منذ اللحظات الأولى لم تخفي رولا عداءها لثورة 25 من يناير، فباتت تكرس برنامجها لكيل الاتهامات والهجوم على الثورة والثوار، ليأتي تأييدها للانقلاب العسكري محملا بالأفراح والزغاريد، مطلقة العنان لخيالها لتقدير أعداد المتظاهرين في 30 من يونيو بالستين مليون. خرجت ما يقرب من 60 مليون مصري، يعني لو حسبناهم على 2 في شوارع الوطن. شفتوا ثورة زي دي قبل كده؟ بينما اعتبرت ثورة يناير من وجهة نظرها مجرد فوتوشوب، 25 يناير كانت حركة احتجاجية تحولت بيد الإخوان والأمريكان وحماس وحزب الله إلى ما يشبه الثورة، حاجة كده فوتوشوب فوتوشوب. عملت رولا خرسة على ترسيخ دعائم الانقلاب العسكري في الحياة المصرية، مطالبة بإدراج الأغاني العسكرية في المدارس ليشب طلبة مصر على أغاني ألحانها أشبه بتلك التي تعزف في الملاهي الليلية والأفراح الشعبية. برضو ممكن أغنية علمونا في مدارسنا، يعني أو أغنية تسلم الأيادي، ودي أغاني مش سياسية، أغاني مش سياسية. لم تتوقف خرسة عن سياسة إقصاء الآخر، فشنت هجوما قاسيا على كل من حاول إيجاد مخرج سياسي أو حل سلمي للأزمة في مصر خارج إطار الدم. فهاجمت الببلاوي لمجرد أنه قال أن الإخوان جماعة غير إرهابية. إنما النهاردة دكتور ببلاوي تطلع علينا وتقول هذا الكلام المتناقض الذي قد يغفر بعضه، ولكن عبارة ليست جماعة إرهابية لا تغتفر لا تغتفر. الانقلاب الذي لم يستطع أن يخفي وجهه القبيح عن العالم أجمع، حاولت رولا تجميل صورته بمطالبتها المصريين بحمل لافتات بكل اللغات لإقناع العالم أن ما حدث ليس انقلابا. ياريت بكرة تكون في التحرير لافتات كثيرة مكتوبة باللغة الإنجليزية ويكتب عليها هذا ليس انقلابا، هذه ثورة. This is not a coup d'etat. This is the revolution of the Egyptian population. إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. لم تتوقف رولا خرسة للحظة عن انتهاك كل معايير العمل الإعلامي، فهاجمت الإعلام الغربي واتهمته بالتحيز للجماعة وعدم المهنية في تغطية الأخبار. عندي صدمة من قلة المهنية اللي موجودة في هذه القنوات. أنا مش قادرة أقول كلمة تانية، قلة مهنية قلة مهنية مهنية وحيادية تميزت بها رولا أثناء أدائها نفس الحلقة وحلقات أخرى. نعمل كتائب المرة دي إلكترونية، ادخلوا وقولوا هي ثورة، لازم كلنا ننزل وبحشود. هانت بكرة عايزين حشود
وبالملايين. مشاهدينا الأعزاء انزلوا، أرجوكوا انزلوا، أرجوكوا انزلوا. ليظهر لنا شعار نعم للدستور أثناء تقديمها لبرنامجها، محاولة فرض رأي واحد على مشاهديها لدستور كتب في شهرين، متناسية أنها قد اعترضت من قبل على دستور كتب على مدار عام وأيده المصريين، واصفة إياه بسلق بيض. بفكركم طبعا الدستور اتسلق في آخر الليل، ده حتى ما كانش في نص الليل، ده كان بعد آخر الليل. يستمر خروج خرسة على كل خطوط المعقول لتخرج على المشاهدين مطالبة باكتتاب شعبي لتدريب أطفال الشوارع وإرسالهم لتدمير دولة عربية أخرى معارضة للانقلاب، معتقدة أن سياسة القتل والبلطجة التي يتعامل بها الانقلابيون مع أبناء مصر هي نفسها اللهجة التي يجب أن يحل بها البلدان خلافاتهم. خلاص نبعتهم على قطر وحنعمل اكتتاب شعبي، والشعب كله هيدفع التذاكر عشان أو طيارات خاصة أو طيارات الجيش يروحوا، ونخلص من قطر، ونخلص من قطر. شعوذة إعلامية بطعم السياسة، نموذج قدمته رولا خرسة للمشاهد المصري باستضافتها لأحد المشعوذين للتسويق لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ليحلق الرجل بخياله مدعيا أن اسم السيسي موجود في أحد المخطوطات الفرعونية. شاب أنشوش عالي في الحق يوشك ولا يوالي، وباللواء بالكافر لا يبالي، فيقترحون عليه التولي بالتريب والترهيب، فيقبل دون مشيئة وتبدأ الملاحم الجريئة، وهذا كائن لا محالة وحقيقة، وعلامته خسف بالضيقة وأمور تليها، وأنظر أنظر بأعجمها. سي سي وهنا صمت وسر وخي وبر، أنظر أنظر سي سي. ولم لا؟ فعندما يأخذ الإعلامي من توفيق عكاشة مثالا يقتدي به، هو اللي دعا لأول مليونية، والله توفيق عكاشة هو اللي عمل المليونيات في المحفوظات. إعلام الفضائي لمستوى الشارع، لن تجد ما يمكن أن تطلبه من خرسة وأخواتها إلا الخرس.